ستة احداش 2016 نهار الأحد الساعة 11 درجة الحرارة 20. أحد الإخوة الأعزاء يعني شباب من أصحابي بعزوا علي كثير مثل خيي، كلمنا مصالة ماتيس على 40 متر. قال لي احتمال عباس كون الفري عم بتمشي قدامه فمشي وراها. قلت له طب يا خيي شو بدنا نعمل لنأكد؟ قال لي بتجيب فري بتحطها بقفص. طلب التحدي ونحن رب التحدي، بنحب التحدي يا اخي، الله خلقنا بنحب التحدي ما بنتنزلش. فهلا جبت انا فري حطيتها بقفص ورح حطها مطرح ما صار هذيك اليوم ال 40 متر وانتم معنا. الحقني يا مصطفى. فرجي الشباب رح تفلت ماتيس، شوف المسافة اللي راح يصليها. الأرض ناشفة، فرجي يا مصطفى. الأرض شو ناشفة؟ الشمس بتاع درجة الحرارة 20 يا زلمة. ما في شتا ما في رطوبة، والفرة مش على الأرض مش عم تكرش. حطها على الخمسين، حطها على الخمسين. ايه حط 10 امتار جاكارة ولا 10 امتار زيادة. 10 امتار زيادة جاكارة. جاكارة بكل حائط. ايه من هون في ايه صاروا شي عايشة. شايفينها وينها؟ اوكي يلا تعمل برم برم عليها برم عليها شوي اخيها من بين ريف ما وضع مسافة شفت رابين وين؟ قديش المسافة شو بده بيض لنا وجهنا؟ طبعا والله بده يسود لنا وجهنا. لا اذا ما فيش يعني لا شك بقدراته ولا ما فيش عم يشك بس يا خيي نحن بنحب التحدي دائما. يلا البطل ماتيس. اي ماتيس ماتيس ديال بوانتر جد دوبور. يلا ماتيس يلا 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 اي هي من هون. لا هون هون زع هون هي عند هذا الكوم. ها ادله ماشي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة
يا واش هيدي لا تضطر إشارة نادر. تحياتي. ربحت الرهان أنا ها 50 متر 49. برافو.